كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. مفيش بينا اتفاق، مفيش بينا اتفاق مع ريهام وامير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. وحياتنا خناق في خناق. بنس فاتك يا معلم ويك اند جحيم. انت اختفيت فين صحيح؟ ريهام كانت قلب عليك الدنيا. كنت في شرم يا معلم، سرقت لي يومين، مش طايق المشاوير والقرف اللي انا معكوك فيه. وطلعت كده مع نفسك؟ عيب عليك، انا كنت متفق مع البنت دونا الحته الطلياني الاصلي. لو ريهام عرفت. لا، ريهام هي الجماعه، المدام المستقبليه، الخطيبه، لكن دونا الخطيئه. هاي يا جيجي، عامله ايه؟ هاي ريكي. بصي بقى، انا مش طايقه نفسي بجد، حاسه ان انا ممكن اموت حد حالا. هو لسه امير ما بيردش عليكي؟ كلمني النهارده بهدوء اعصاب فظيع وبيقول لي سوري يا بيبي كنت مشغول قوي، كان عندي ميتنج مفاجئ. ولما اتعصبت عليه وقلت له ميتنج في الويكند وكمان يومين، قال لي بقول لك ايه، انا جاي تعبان ومش طايق نفسي، هنام واصحى اكلمك. لا بجد كده اوفر قوي، هو فاكر انه عشان فاضل اسبوع على الفرح فانت هتسكتي وتكتمي في نفسك؟ ما انا فعلا هسكت يا جيجي وهكتم في نفسي، امال هعمل ايه يعني؟ انت عارفه ان هو عصبي ومضغوط علشان الشغل والخطوبه وطلبات الفرح ومشاوير الشقه. ده عايز الحرق. لا حرام، مش للدرجه دي برضو يا جيجي. هو انت تقوميني عليه وبعدين تقولي لا حرام؟ انت فعلا تستاهلي اللي امير بيعمله فيكي بجد. هو بيعمل ايه يعني يا جيجي؟ ده جميل وبيخاف عليا. ده جميل وبيخاف عليا؟ طب انا هضطر امشي بدل ما موتك وموته، واخلص مني واخلص منك واخلص من كل الناس اللي حواليا. يلا باي باي. هاي حبيبي، انت صحيت؟ مال صوتك متضايق ليه؟ ده انا اللي كنت زعلانه منك يا امير يعني. اديكي قلتيها، يعني تنكدي عليا قبل ما انام وعايزه اصحى مبسوط وفرحان قوي ان حضرتك بتكلميني. مش قصدي يا بيبي، انا قلقت عليك، وحتى اصحابك ومامتك كانوا مش عارفين انت فين بالظبط وبيقولوا لي ان انت في الشغل. ما انا عايز افهم بقى، هو احنا لما هنتجوز كمان اسبوع وتلاقيني اتاخرت عليكي هتكلمي ام تلاقي لها الا الله؟ هو انا عيل صغير ولا مفيش ثقه خالص؟ خلاص يا امير انا اسفه، قوم يلا علشان تروح الشغل وبلاش تفكر في حاجه تضايقك. وما تنساش تعدي عليا النهارده، معادنا نستلم باسبورتات ونستلم البدله ونحاول نجيب جزمه الفرح بتاعتي، ونعدي نشوف الفيديو بتاع صور ونتفق على مزيكه الفرح وندفع فلوس الزفه. اوكي، هكلمك بعد الشغل. بتحبني؟ امال هتجوزك ليه يعني؟ طبعا بحبك. زعيم ايطاليا موحد القطرين الجامد. طبعا يا ابني، امال انت فاكر ايه؟ ده انا حمش ومحبش الحال المايل، لسه هتقولي زعلانه منك والكلام الفاضي ده؟ رحت شخط الشخطه مع تهديد للحزه وجايه راحت جايبه ورا، وطبعا هتبقى في قمه سعادتها واحنا في المشاوير بتاعتها دي، وابقى انا كده عملت اللي عليا كزوج المستقبل. طب على ايه ده كله يا زعيم؟ ما انت كنت مريح دماغك ومعاك الجثه الايطالي الجثه الامريكاني وعامل لي فيها فانتوماس، ايه لازمه البهدله دي؟ الواحد لما يلاقي واحده زي ريهام لازم يكلبش فيها بايديه واسنانه، هي دي الزوجة المثالية في الزمن ده. هتلاقي فين أم العيال دلوقتي اللي تسيب لك وقتك الخاص للخطيئة؟ زعيم. لما أشوف بقى إيه أخبار النام على الفيسبوك. إيه ده أمير؟ تعاليلي يا بابا، تعاليلي حبيبي. ينهر أبوه، يا لهوي. يلا يلا معلش، ده أنا هوريك يا أمير. ايوه يا ريهام، انت فين؟ اه يا جيجي، انا مع امير بيدفع فلوس الزفه خلاص. والله طب عدي عليا بقى بعد ما تخلصي. ليه يا جيجي، هو في حاجه ولا ايه؟ هتعرفي لما تيجي. طب هخلي امير يعديني عليكي. اوكي يلا باي. ايه الموضوع؟ مش عارفه، شكل جيجي في حاجه مزعلاها وعايزاني اعدي عليها لما اخلص. انا ما بحبش جيجي دي وعايزك تقطعي معاها. ازاي يا امير، دي بنت خالتي ومتربيين مع بعض. هو كده، دي بنت صايعه وبتغير منك وما بيجيش من وراها غير المشاكل. طب هروح اشوف بس مالها، ووعدك ان انا مش هكلمها كتير، بس بجد بجد بلاش تتعصب وتضايق نفسك انت بس يا حبيبي. هحاول. ايه يا جيجي في ايه؟ انا مخضوضه عليكي قوي. لا خليكي في نفسك يا حبيبتي، ما تخافيش عليا. بصي من الاخر، انا مش عايزاكي تتجوزي امير. تتجننتي يا جيجي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امير بيخونك يا هانم. يا نهار ابوه اسود. يلا معلش. معلش؟ لا لا، ده عليه ونص. طب اعمل ايه يعني يا جيجي دلوقتي؟ انا هقولك بقى تعملي ايه. بص يا ستي، يوم الفرح انت هتروحي له، وزي ما هو عمل كذا احنا هنعمل كذا.
عندك حق. ايوه حبيبتي، انت فين؟ انت عندك كوافير لسه ولا ايه؟ ليه يا حبيبي، انا في شرم الشيخ بغير جو. غير جو؟ طب والفرح؟ فرح ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب، ابقى خلي دنيا تنفعك. سلام. حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال، حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. استنونا بكره في نفس الميعاد. مفيش بينا اتفاق، كتبها امير عيد، تمثيل ريهام الشيخ، امير عيد، هند رضوان، احمد وليد، اخراج رامي محسن. وحياتنا خناق في خناق.